مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من طنجة، ونتمنى لكم جمعة مباركة. إذن مدينة طنجة التي عرفت تساقطات مطرية هذا الصباح، والآن طقس مشمس ومستقر شيئا ما. إذن في هذا المباشر مشاهدينا الكرام، بغينا نعرف وجهة نظركم وآرائكم حول انتشار ظاهرة التسول أمام أبواب المساجد، أمام أبواب مساجد الرحمن، خاصة بعد صلاة يوم الجمعة. إذن مشاهدينا الكرام، فمهنة التسول التي تظهر جليا أمام ساحات ومداخل المساجد تحمل أسرارا وحكايات كثيرة بعضها لا يخطر على البال، لا سيما في لحظات الاستعطاف والاسترحام التي يلجأ إليها المتسولون لتحصيل أكبر مردود مالي ممكن. قد يتباين بحسب قدرة أولئك الأشخاص على استخدام أو استحداث طرق يصدقها المواطنون ويثير شفقتهم إلى حد كبير، أو من خلال استغلال المتسولين لمشاعر المصلين الروحانية، إضافة إلى اقتناص أولئك المتسولين لأوقات تشييع كذلك الجنائز وما يرافقها من مشاعر حزن من أهل المتوفي ليغدقوا عليهم بالأموال. إذن تترافق هذه الظاهرة مشاهدينا الكرام التي اعتدنا على رؤيتها أمام المساجد بظاهرة أخرى قد يعتبرها البعض أكثر إزعاجا، وهي افتراش أمام أبواب المساجد بأنواع مختلفة من المعروضات والسلع والمنادات عليها بأصوات عالية تحول دون خشوع المصلين، إضافة إلى ما تشكله من مظهر غير حضاري. إذن مشاهدينا الكرام، هذه الظواهر سواء ظاهرة المتسولين وافتراش ساحات أمام أبواب المساجد بالسلع مع أصوات متعالية من طرف هؤلاء التجار، إذن ما رأيكم مشاهدينا الكرام في هذه الظاهرة التي أصبحت تزعج المصلين وكذلك المواطنين؟ إذا خاصة إذا رأينا بأن مجموعة من هؤلاء المتسولين يحترفن في التسول بأساليب عديدة، منها إبراز حاجتهن للسفر إلى مدينة أخرى أو ادعاء المرض والحاجة الماسة إلى إجراء عمليات جراحية، لتشكل هذه الظاهرة مظهرا غير حضاري في مدينة طنجة أو في باقي المدن المغربية، رغم المحافظة على الخريطة السياحية بالمغرب. إذن كذلك أذكر على أن هؤلاء المتسولون زيدوا عليهم أيضا لاجئين سوريين والأفارقة، ما اكتفيناش فقط بالمتسولين والمتسولات في المغرب، بل زيدوا عليهم إضافة هناك أنواع من المتسولين من جنسيات أخرى كالمهاجرين الأفارقة واللاجئين السوريين الذين يفترشون بدورهم الأرض أمام أبواب المساجد خاصة يوم الجمعة. يعني ربي السلامة، جوج ديال سيارات الإسعاف، الله يستر. إذن مزيدا من الحيطة والحذر مشاهدينا الكرام، ف
فالحالة الوبائية ببلادنا في حاجة إلى تضافر الجهود من أجل الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية. مشاهدينا الكرام، في ظل انتشار فيروس كورونا خاصة مع ظهور السلالة الثالثة المتحورة، إذن نعود إلى موضعنا للنقاش. مشاهدينا الكرام، كما سبق وأن ذكرت، فظاهرة انتشار المتسولين أمام أبواب المساجد خاصة خلال يوم الجمعة بعد صلاة الظهر أو في الصلوات الخمس أصبحت تقلق المصلين بعد تفشي هذه الظاهرة، سواء ليس في المساجد فقط بل حتى في الإشارات الضوئية. إذن هناك مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي جعلت أو ساهمت في انتشار هذه الظاهرة. خاصة أن بعض المتسولين هم من جنسيات مختلفة، سواء مغربية أو لاجئين سوريين أو أفارقة، والذين ينتقلون بين المدن والقرى، أغلبية ديالهم من النساء والبعض منهم منقبات. إذن مشاهدينا الكرام، أنتم معنا في هذا المباشر من طنجة، أناقش معكم انتشار ظاهرة التسول أمام أبواب المساجد. الذين يستعطفون المواطنين بأساليب متعددة للمساعدة كتوفير الغذاء لأسرهم أو الدواء لمرضاهم، متظاهرين بأن الحاجة هي التي دفعتهم إلى ذلك. كما أشير مشاهدينا الكرام على أن التسول يؤدي إلى انحراف الأطفال وامتهانهم هذه الظاهرة الغير الإنسانية، لأن المتسولين اتخذوا من هذه الظاهرة سبلا لجمع الأموال بأساليب مختلفة، وإن عطف المواطنين عليهم شجعهم على التسول وامتهانهم هذه الظاهرة الغير الحضارية. كما أن هناك البعض من يعمل على تدريب أطفالهم على كيفية استعطاف المواطنين لإعطائهم ما توجد بأنفسهم. أو عابر سبيل. إذن الظاهرة كذلك لاحظنا مشاهدينا الكرام مجموعة من المتسولات يدربن أطفالهن من أجل امتهان التسول وهم ما زالوا في عمر الزهور. لا حول ولا قوة إلا بالله، الصور تتكرر سواء في الإشارات الضوئية أو في كورنيش طنجة أو أمام أبواب المساجد. هناك مشاهدينا الكرام، من بين الظواهر يمكننا التحدث عليها، على أن
من الغرائب هذه الظاهره ديال انتشار التسول. كاين بعض المصلين اللي كيقول بانه تعرف على احدى المتسولات اكثر من 5 سنوات كتجي لديك الجامع فين كيصلي هو او كيجبرها في جامع اخرى كتنتقل، ومع هذاك الطفل الصغير. وبعض الاحيان كيقول بان هاد السيده كتبغي تحاول على ان كل مره تبدل الطفل، باش يقولوا هاد السيده عندها الاطفال بزاف، الهدف ديالها هو جمع المال مع هاد المواطنين مع هاد المصلين بعد ادائهم صلاه الجمعه. إذن مشاهدينا الكرام، شكرا على تتبعكم معنا هذا المباشر من طنجة، شكرا على تفاعلكم معنا. ناقشنا معكم موضوع ظاهرة انتشار التسول أمام أبواب المساجد خاصة بعد صلاة الجمعة والصلوات الخمس. تحية لكم أينما كنتم، ألقاكم في مباشر آخر. جمعة مباركة للجميع وإلى اللقاء.